السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدي ولد آدم صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ابتداء أترحم على شهداء سورية الأبرار، أعزي أهلهم وذويهم، ونحن أهلهم وذووهم، وأسأل الله تعالى أن يجعل مستقرهم فسيح جناته وواسع رحمته، وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل. يا شعب سورية الأبي، يا من أذهلت العالم بصمودك في وجه أعنف حملة قمع همجية فاقت كل إجرام ووحشية وتجاوزت كل الخطوط الحمراء التي عرفتها الإنسانية، إن سفك الدماء وانتهاك الحرمات وإحراق وقصف المساجد والبيوت والاعتداء على المدنيين الأبرياء وحرمانهم من أبسط مستلزمات الحياة من جرائم الحرب المحرمة في جميع الشرائع الإلهية والقوانين الوضعية على حد سواء. أيها الإخوة والأخوات، أهلنا في سورية الحبيبة، أناشدكم الله أن نكون جميعا مع الحق لا مع الظلم والجور، وهذا يتطلب من الجميع من العلماء والقضاة والعسكريين والإعلاميين وجميع فئات المجتمع أن نكون في صف المظلومين لا في صف الظالمين، أن نكون في صف من هدمت بيوتهم وسفكت دماؤهم وانتهكت أعراضهم وسلبت حرياتهم. وكن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. الواجب يا شعب سوريا الأبي يحتم علينا ويطالبنا أن نكون أصابع في كف واحدة في نصرة الحق ورد جماح الظالمين والوقوف مع النازحين الذين هجروا من بيوتهم. فالله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول أيضا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. كونوا أيها العلماء وطلاب العلم أداة فعالة في نصرة الحق وأهله في هذه الظروف العصيبة، فالعلماء مؤتمنون على علمهم، فعليهم السعي لتحقيق مطالب الناس الشرعية، لا أن يفرطوا في كرامة العلم ويتملقوا إلى الحكام ويبرروا الظلم. جاء رجل إلى شيخنا سيدي محمد النبهان رضي الله عنه وقال: سيدي، يريدون منا أن نتكلم على المنبر كذا وكذا. فقال رضي الله عنه: يا شيخ، هل تقدر أن تعمل رقاعا، أي خياطا درزيا؟ قال: نعم. قال رضي الله عنه: اعمل رقاعا ولا تتكلم. ولذا كان مشايخنا لا حدود لغضبهم إذا غضبوا للحق، ولا يتراجعون عن موقفهم، ولا يساومون ولا يتنازلون حتى يتم إحقاق الحق، فقضايا الدين مقدسة لا مساومة عليها، ولا يجوز أن تمس بسوء. وأنتم أيها الساسة، أيها الساسة الكرام، كونوا مع أبناء بلدكم لا ضدهم، ليكن شعاركم خدمة الإنسانية ونصرة المظلوم والحفاظ على وحدة الوطن وإقامة دولة الحق والعدل.
وأنتم أيها العسكريون كونوا مع أبناء بلدكم ولا تقتلوهم، فمن غير المقبول أن أمة عانت خلال عقود من ضعف الدخل ومن خشونة العيش بسبب إنفاقها على جيش ليكون حصنا لها يحمي الوطن والمواطن من عدو إسرائيل، من عدو إسرائيلي لئيم يتربص بها الدوائر. فإذا بأفراد هذا الجيش يصوب أسلحته من المؤسف، يصوب أسلحته الفتاكة على المواطنين الأبرياء ويقتلهم بعشرات الآلاف، ومن غير المقبول والمعقول أن تسفك دماء أناس لم يقترفوا جرما ولا خيانة، بل حملوا رأيا وفكرا لا يتوافق وآراء أولئك الظالمين. وأنتم أيها الأطباء كونوا مع إخوانكم في تضميد جراحهم وإدخال السرور على منكوبيهم، ولا تتقاعسوا عن أداء واجبكم، فهذا وقتكم، فالمسؤولية مشتركة مع الجميع. وأنتم أيها التجار كونوا ملاذا لإغاثة الناس وتأمين ما يلزمهم والتخفيف من معاناتهم في هذه الظروف العصيبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك. ولقد ضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع المثل في الإيثار، وأثنى الله تعالى عليهم، فقال جل من قائل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لنكن جميعا يا شعب سورية الأبي بمختلف عقائدكم وعرقياتكم وتوجهاتكم صفا واحدة لإزالة هذا الطغيان والوقوف مع الناس في هذه الظروف العصيبة. إنني أطالب الحكومة السورية الذين أقاموا الساعة في سورية قبل الساعة بإيقاف المجازر والاعتداءات الظالمة والإفراج عن المسجونين فورا وفك الحصار عن المدن والاستجابة لمطالب الشعب السوري. نطالب الشرفاء أن يوقفوا سيل الدماء. أدعو عموم المسلمين إلى مد يد العون إلى إخوانهم في سوريا وتخفيف معاناتهم ببذل المال والغذاء والكساء والدواء، والدعاء لهم بصلاح حالهم وتفريج كربتهم. فشعبنا في سوريا يعيش أزمة إنسانية صارخة خانقة مع ضراوة البرد القارس والتهجير للعراء والخيام، تتمثل بنقص حاد في الأغذية وخاصة في مادة الخبز. نناشد كل إنسان حي حر شريف القيام فورا بأداء الواجب في منع المجاعة عن الشعب السوري البطل بتقديم الطحين والخبز وما يلزم، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إن من واجب الأمة أن تهب لنصرة المستضعفين كما هبت لنصرة غزة، لأن ما يقوم به الظلمة في سورية يفوق ما فعله اليهود في غزة. أناشد منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والمؤسسات الأهلية
وكل شرفاء الأمة التحرك العاجل لنصرة الأطفال والنساء في سوريا وعدم التخاذل والتواطؤ مع الظلمة. يجب على كل المسلمين الدعاء لإخوانهم في سوريا بالصبر والثبات وتفريج الكربة والنصر على من أراد بهم شرا، فإن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكما قال بعضهم: مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموت ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المنون. يا أخي في الهند أو في المغرب، أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي، إخوة نحن به مؤتلفون، مسلمون مسلمون مسلمون. أسأل الله تعالى أن يفرج عن إخواننا المكلومين في سوريا، وأن يعجل بكشف الغمة عنهم، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل طاعته، ويهدي به أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، والله ولي التوفيق. يا غارة الله جد السير مسرعة في نصر إخوتنا، يا غارة الله يا رب كل أهل سوريا عونا وحافظا ونصيرا. اللهم من مكر بهم فامكر به، ومن خذلهم فاخذله، ومن أراد بهم سوءا فخذه إليك أخذ عزيز مقتدر، وولي علينا خيارنا واصرف عنا الشر والأشرار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ماذا فعلت تمهلي فبنوك في المستقبل أعجوبة الزمن الغريب وفي المقام الأول ماذا فعلت تمهلي فبنوك في المستقبل أعجوبة الزمن الغريب وفي المقام الأول بنبنيها والعز والإكرام والخير والإيمان قد عاش من فيها أنتي لا يشاب الفخر والإعظام بالحب بنبنيها والعز والإكرام والخير والإيمان قد عاش من فيها زاد العنا وطغى الفنا إني بوعدك موقن والنصر موئله لنا يا ربنا زاد العنا وطغى الفنا إني بوعدك